أستاذ سمير، أنا هنا وأنا بحضر قريت إن سمير صبري اتجوز مرة واحدة، ما كررش التجربة دي، من فتاة إنجليزية اسمها مورين، وعندك منها فعلا ولد إن شاء الله، وحفيد كمان. وحفيد كمان؟ اتنين مش واحد. طب دي أنا معلومة ما كنتش أعرفها خالص. أديك عرفتيها، مش أسرار النجوم. طب سيكرت يعني سمير صبري عنده ولد اسمه جلال؟ أيوه. عايش فين؟ في لندن. في لندن من زمان قوي. وبتشوفه لما بتروح لندن؟ عشان كده كنت بتروح لندن. وهو بيجوا هنا في الصيف وانا بروح، بس السنه دي ما جوش طبعا عشان كورونا. الظروف المرض يعني الكورونا كورونا طبعا. الاخيري ما كررتش تجربه الجواز مره لا. تانية؟ لان انا برضو معلومة تانية بالنسبة لك، أنا والدي ووالدتي انفصلوا عن بعض. وانت عندك كم سنة يا أستاذ سمير؟ كان عندي 8 سنين. وأخويا كان عنده 6 سنين. فالتجربة كانت صعبة، يعني ما كنتش عاوز أكررها تاني مع حد تاني يعني. والدي اتجوز ووالدتي اتجوزت، وكنت علاقتي كويسة جدا بالاتنين، وبجوز ماما وزوجة والدي، لكن يعني يمكن حبي للفن أو حبي طبعا حبيت كتير، مش محبتش يعني. أفتكر منهم الفنانة سماح أنور؟ لا، سماح أنور صديقة عزيزة جدا جدا جدا. ما كانش في قصة حب؟ لا لا، ما كانش فيه قصة حب، ده كانت صداقة. أمال ليه طلعت الإشاعة دي؟ ما أعرفش، هي الناس لما بتشوف اتنين قريبين من بعض بيقولوا على طول بيحبوا بعض أو إلى آخره. لا لا لا، سماح بالنسبة لي جزء من عيلتي، وأنا جزء من عيلتها يعني. دي علاقة خاصة جدا جدا جدا، وإنسانة جميلة جدا وبحبها جدا. مين أكتر واحدة حبتها؟ لا مالاش أسامي يعني في الفن يعني. حبيت لا حد لا بجد كان حبيت، لكن ما اقدرش اقول لك، لانه انا بستنقص جدا الراجل اللي يقول عرفت فلانه او كان. لا حبيتها، ده شعور حلو يا استاذ سمير، يعني حد حبيته قوي. معلش بس برضه يعني حرصا على السيدات انما عشان احنا اسرار النجوم اقول لك في 3 فنانات انا حبيتهم جدا جدا، وكانت قصه حب كبيره جدا جدا جدا، ولا هتعرف. حموت عايز اعرف، ولا هقول لك. حموت عايز اعرف. لا فعلا. الله، كملي. طيب ايه اكتر حاجه ندمان عليها النهارده؟ ان انا فضلت الفن على العيله، على مراتي وعلى ابني المولود حديثا، وخليتهم يروحوا انجلترا ويعيشوا هناك، لان هي انجليزيه الاصل. بندم جدا ان انا ما خليتهمش هنا، وكنت اعمل موازنه ما بين حبي للفن وحبي للعيله. كان حبي للفن طاغي عليا قوي 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 قوي، وعايز اوصل وعايز ابقى حاجه كبيره وعايز ابقى مش عارف ايه. فكل ده خلاني ما افكرش الا في تراك واحد بس. ده الشيء الكبير قوي اللي انا بندم عليه.